السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي برنامج سيرة. تستقطب القناة الرياضية عزيزي المشاهد وتحديدا من خلال برنامج سيرة نجوم ذاك الزمن الجميل ليطلعون على تاريخنا وأبدا للكرة السعودية. في هذا المساء الجميل أعزائي المشاهدين نستضيف أحد النجوم، نجوم الزعيم الهلالي وتحديدا لاعب من فئة الكبار الذين أبدعوا وسطروا اسمهم في سماء الكرة السعودية. كما عودناكم دائما وأبدا مشاهدين الكرام نشاهد سي بي نجم هذا المساء ومن ثم نواصل مسيرة سيرتنا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. إذن كما شاهدتم نجم هذا المساء أو نجم سيرة هذا المساء اللاعب محمد عبد الهادي الشهير بأبو حطبة. مرحبا بك أستاذ محمد وسعداء بحضورك البرنامج. هلا والله مرحبا حياك الله. والله الله يبقيك يسلمك. تاريخ حافل يا أبو حطبة لله. وجميل وتاريخ يعني للأمانة أبو حطبة أنت من الناس اللي والله أنا تحديدا أفتخر ومبسوط أنك جيت صراحة للاستديو. الحمد لله. الله يخليك طول عمرك أبو حطبة. خلينا مع السادة المشاهدين نطلع ونشاهد هذا التقرير أعزائي المشاهدين الذي أعده لنا الزميل طارق المنصور ومن ثم نواصل مسيرة سيرتنا. ولد محمد العبد الهادي الحويطي في مدينة الرياض في العام 1369 للهجرة، وبها عاش طفولته التي لم يكن بها الكثير من الترفيه له ولأقرانه في تلك الفترة الزمنية. وكانت كرة القدم هي الرياضة التي بدأت تأخذ وضعها تدريجيا في المنطقة الوسطى. وفي أيام الحارة ارتبط لقب أبو حطبة بمحمد حتى أصبح أشهر من اسمه الحقيقي. وفي الحواري المحيطة بالمدرسة التذكارية في الرياض القديمة كانت لأبو حطبة صولاته وجولاته الأمر الذي قاده في النهاية للتسجيل في نادي الهلال. لعب أبو حطبة في جيلين مختلفين مع الهلال ولعب مع العديد من النجوم في تلك الفترة. اعتزل اللاعب مع نهاية موسم 1396 للهجرة، ولكنه واصل العطاء الرياضي بتدريب منتخب الحرس الملكي. تعالوا معا نشاهد سيرة نجم هذا المساء أبو حطبة. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. إذن كان هذا التقرير عن نجم هذا المساء محمد عبد الهادي لاعب نادي الهلال والشهير بأبو حطبة. أبو حطبة رجعناك لذاك الزمن الجميل. الحمد لله. أنت تضحك وأنت تشوف التقرير. الحمد لله. أنت لاعب موهوب أبو حطبة. الله يخليك. بس أبي تقول لي وش الصورة الأخيرة اللي طلعت الكاس مع صالح النعيمة؟ هذه مباراة اللي فازوا فيها في جدة في الرياض. نعم. 3-1 على نادي النصر في الكاس. أنا ليش سألت؟ لأنك محب للهلال وتحضر على طول تمارين الهلال وما يفوتك أي تمرين للهلال. جميع مباريات الهلال أحضرها. يا سلام على حتى التمارين. حتى التمارين بعض التمارين، أما المباريات كلها أحضرها. طيب أبو حطبة ودنا نتكلم طبعا عن الماضي الجميل، عن المدرسة، عن الحواري، لكن هالمرة أعزائي المشاهدين يعني إحنا أخذنا الضيف الزميل طارق
وشباب أخذوا الضيف وراحوا معاه للمدرسة اللي هي المدرسة التذكارية في الرياض والحارة والحي وفريق اتحاد الدواسر. خلونا نشوف هالتقرير مع بعض بالصوت والصورة مع النجم أبو حطبة. أعزائي المشاهدين، نحن الآن في أحد الأماكن التاريخية التي قضى فيها ضيفنا الكابتن محمد عبد الهادي الشهير بأبو حطبة طفولته. حدثنا الكابتن محمد عن هذا البيت اللي أنا ولدت فيه أنا وأخوي عبد الله وناجي، وكنا فيه ساكنين. فلما صالح أمان لعبه القديم كان يجي زيارة لأخوي ناجي، طلب مني طلب من أخوي إنه يسجلني في نادي الهلال، وانا كنت العب في الحي هذا انا وعبد الرحمن الصومالي وبارك الهبره وناصر القبلان، وكنا بشكل نلعب هنا. فاخذاني الى النادي وسجلني، استمريت مع النادي. ابو حاطب، نحن الان في مكان اخر في الحاره القديمه التي كنت تعيش فيها طفولتك، حدثنا اكثر عن هذا المكان الاقدم قليلا. هذا كان يضم لعيبه مثل عبد الرحمن الصومالي لعب الله يرحمه، يوسف فرج أخو حسين من اللاعبين، فيه تيمي الدوسري، فيه كانوا بشكة من الأصدقاء في وسطه. قبل نروح التمرين كنا نجتمع هنا ونروح نتمرن في اتحاد الدواسر. حدثنا عن هذا الشارع الضيق. هذا شارع يوسف فرج أخو حسين لاعب الهلال السابق. هل كان يمتد الشارع إلى نهاية؟ إلى النهاية، إلى النهاية، النهاية بيت البرقاوي. البرقاوي. ايوه البرقاوي. كانت ضيقه الحاره. كان ضيقه، هي كان ضيقه طبعا. اعزائي المشاهدين، نحن الان في امام المدرسه التذكاريه، احد المدارس التي درس فيها ضيفنا الكابتن محمد ابو حطبه. حدثنا عن هذه المدرسه. هذه المدرسه التذكاريه طبعا كنا ندرس فيها انا والاخ عبد العزيز المطيري وعبد الناصر القبلان، عبد الله القبلان، جراده، كثير من الزملاء، سلطان بن نصيب، فهد بن نصيب، عبد الرحمن الصومالي الله يرحمه، يعني هذه المدرسة هم تخرجوا للاسم حطين، هذه التذكرة كانوا يدرس فيها. كابتن ابو حطب، نحن الان في موقع اخر، حدثنا عن هذا الموقع، يبدو لي احد البيوت التي سكنت فيها، واحد الحيال. كنت ساكن فيها، كان جنبنا ضاري حارس الهلال سابق، محمد سعد لاعب النصر، وفرج عبد الله فرج المبروك. كانوا ساكنين جنبنا عزاب، يجون يفطرون عندي كل رمضان، هم يجون يفطرون، محمد سعد والعبدلي وضاري كانوا ساكنين هم في بيت واحد، يعني كان نصراوي وهلالي كلهم مجمعين في بيت واحد، في رمضان يجون يفطرون عندي. شو يسمى هذا الحي او هذه الحاره تحديدا؟ هذه حله بن نصار صفره. ما شاء الله. كنت ساكن فيها الى العام كم؟ الى لفتره بعدنا تقريبا 3 سنين. هو 30 سنه. 30 سنه. هي. الله يعطيك طول العمر. شكرا للزميل طارق على التقرير الطيب، والمصور عبد الله المرشد، ومن المونتاج ايضا بندر الشعلان اللي راحوا مع النجم ابو حطبه لتلك الحواري الجميله، تلك الاحياء. ابو حطبه، يعني رجعتنا للماضي مع الشباب. الحمد لله. يعني الماضي حلو. الطين. والله الماضي حلو طبعا. انا شدني طبعا المدرسه التذكاريه طبعا. عزيزي المشاهد، طبعا المدرسه التذكاريه سميت بالتذكاريه تذكارا لعوده المغفور له باذن الله الملك عبد العزيز عندما عاد من مصر، وكانت تسمى اعتقد ابو حطبه المدرسه الاهليه. المدرسه الاهليه. نعم. ابو حطبه، طبعا تكلمت انت عن المدرسه. ودي اتكلم من الجانب الرياضي في المدرسه. من كان مدربكم اللي يدربكم فيها تربيه رياضيه، ومن كان ابرز الزملاء في المجال الرياضي؟ كان معنا حتيمي الدوسري، ومعنا جمعان اخو محيسن جمعان. نعم. وعبد الله القبلان، وعبد الرحمن الفحيل، وكثير من الزملاء، وعبد العزيز المطيردي، سعده فهد النصيب كانوا موجودين الله يرحمه. والمدرب منه كان واحد، كان اول لما انتقلوا هم كان مدربهم ذهبان
أيه؟ وسعيد بن يحيى لما انتقلوا للمدرسة المتوسطة معهم ذهبان سعيد بن يحيى. جميل. أكيد لعبت مباريات أبو حطب. لعبنا مباريات. أهم هالمباريات أمام مدرسة الخالدية. من اللي فاز؟ فاز طبعا التذكارية. يقولون فزت 4-2. 4-2 طبعا. سجلت أهداف فيها؟ سجلت هدف أنا فيها واثنين الجمعان. كابتن محمد، لعبت في أحد أشهر حواري الرياض أنا ذاك اللي هو اتحاد الدواسر، وهذا فريق شهير كان يجمع نجوم كبار عزيز المشاهد في أندية الرياض تحديدا، ولا لا أبو حطب؟ لا لا لا. من أشهر من لعب في هالفريق معك؟ خالد سرور، افتيم الدوسري، سعدة، فهد بن منيف. نعم. عيال الجدوع. عيال الجدوع محمد وعبد العزيز الجدوع كانوا معانا برضو، معانا هم صغار بس مو في النبك كانوا يلعبون معانا. نعم. عيال بن نصيب ما كانوا. عيال بن نصيب، فهد بن نصيب، وسلطان بن نصيب، ومنصور بن نصيب. من كان يرأس الفريق؟ ناصر القطيطي هو رئيس الفريق. اللي هو ناصر الدوسري. ناصر الدوسري، ناصر الدوسري القطيطي. نعم. كان شبابي. محب للرياضة وكان مشجع شبابي. وكان مشجع من أكبر مشجعين الشباب. ليش ما أخذك طيب للشباب؟ والله هم أدان الخيار، في ناس راحوا للشباب وناس راحوا للهلال، أنا وعيال بن نصيب ودا فهد قنعنا ورحنا لما الهلال. في الصاروخ خالد الصرور وهتيم الدوسري وراحوا للشباب. طيب. كانت المباريات في تلك الفترة أبو حطبة قوية وحماسية، وكان الناس تتجمع من الظهر تشوفها. وش تذكر لنا من هالمباريات على أساس السادة المشاهدين يعرفون تاريخ هالحي في مدينة الرياض؟ في مباراة قامت بيننا وبين حقين اللي كان يترأسهم بنادم. ايه. في العطايف، كان برضو العطايفين فيهم سعيد عوان العيبة كبار. نعم. ولعبنا ضدهم نتيجة مدى 2-1 صالحهم، هم هزمونا في المباراة. وين كنت تلعب ابو حطبه؟ في اي خانه كنت هو؟ انا العب في الظهير الايمن والايسر، ولكن في المباريات الاجنبيه كلها ضد الزمالك، الاهلي. لا، انا في الحواري. في الحواري اتحاد الدواسر. وسط. وسط. وسط، ايوه. لاني بس بسالك على نشوف النقله بعدين كيف انتقلت للدفاع ولعبت في جميع مراكز الدفاع، سنتر هاف وظهير ايمن. خليني كابتن محمد الشهير في ابو حطبه، نتحدث عن المرحلة الأهم والأبرز في تاريخك اللي هي عندما انتقلت إلى الهلال. الكثير طبعا وده يعرف كيف انتقل أبو حطبة إلى الهلال. والله كنا نلعب في الحارة، وفي اللاعب الكبير الله يرحمه صالح أمان، رحمة الله عليه، كان يجي زيارة باستمرار لأخوي ناجي الله يرحمه، رحمة الله عليه، فشافني وأنا ألعب في الشارع وقال لي أخوك ما تجيبه للنادي؟ قال ما أعرف، وجاء كلمني، جيت أنا النادي جلست برا يشوتون، جت كورة وثبتها ورجعتها، وجت ثانية مدرب طلب مني إني أتمرن معهم بالدرجة الثانية توم. لحظة، كيف ثبتها يعني بحركة فنية مثلا جميلة؟ أيوة بحركة فنية طبعا. تنم على إن هناك لاعب. إن هذاك لاعب، وأنا كنت ألعب في الحارة. كنت في تمرين الهلال تحضر؟ حضر تمرين الهلال تفرج. وتجيب الكور من وراء الحارس؟ من وراء الحارس. وثبتها بطريقة؟ بطريقة فنية، فطلب مني إني فمساعد العود، جيت للنادي فشرى لي لبس ترينج وفنيلا وجزم وانتم بكرامه، ولعب 3 مباريات بس ما فريق الدرجه الثانيه. لا قبل ابى افهم شيء واحد، من هو المدرب اللي كان؟ في التوم جبر الله، وفي حسن سلطان الله يرحمه. نعم. وفي طه الطوخي. وين كان تمرين الهلال اللي كنت تحضره؟ في الملز جنب نادي الشباب. نادي الشباب اللي هو الان ملعب الملز حاليا، كانت اراضي فضاء طبعا، فضاء الشباب من هنا وانا من على الجنب. وش كان دور فهد بن نصيب في تسجيلك؟ والله كنا فهد بن نصيب من الناس اللي معانا في الحاره، وباستمرار نروح نطلع معاه. يقولون كان يوديك في سيارته؟ كان يودينا السياره حقته، كنا ما نملك الا دبابات وعنده سياره. كان عندك دباب؟ دباب. وش لونه يا ابو حطب؟ خرينق كبير. وش لونه؟ ازرق اسود لون كذا يعني. ما كان هلالي؟ لا ما كان هلالي موجود. من كنت تشوف لما كنت تروح تتدرب في تلك الفتره يعني لاعبين الهلال؟ كان يملك لاعبين كبار. أيوة. من كان الحارس كان الحارس عبد الله سوى، حارس الكاسين الله يرحمه. نعم. وفي نبيل الرواف، وكندا عبد الله رزقان، منديل الله يرحمه، في فايد الشيباني، صالح امان رحمه الله عليه، صالح امان صلى الله عليه. نعم. وفهد بن نصيب، شمروخ، نعم، ومحمد الطعيمي، نعم، وعبد الله بن عمر العبيط، ومحسن بخيت،
بن عبد نسوء. عبد الرحمن مزاح كان موجود. عبد الرحمن بن عمر. نعم. والدنو عبد الرحمن الدنو مزان. جميل. جيت وتدربت أبو حطبة في الدرجة مع الدرجة الثانية. أوكي. من أنت وياه؟ تذكر اللي جو معاك؟ أي اللي معي محمد عبد الواحد وموسى الشلهوب وعبد الله بن عمر. جيتوا سوا. سوا وسافرنا إلى جدة نلعب مباريات حبية. لا قبل من لقيته في الفريق لما جيتوا للدرجة الثانية. في محمد بن نصبان وفي موسى الشلهوب وفي أحمد جزاني وفي كثير لا تذكر أساميهم كثير. طيب لعبت كم من مباراة في الدرجة الثانية؟ ثلاث مباريات. يقولون أبو حطبة جبت هدف براسك صحيح؟ أيوه في الدرجة الثانية في نادي النصر الدرجة الثانية كنا لاعبين. كأول هدف. أول هدف. أفضل مباراة يا كابتن محمد في بداياتك وكانت معه؟ أمام الأهلي في جدة. في الدرجة الثانية هنا؟ لا في الدرجة الثانية. تكلم عن الدرجة الثانية. أمام الفيصلي. أمام الفيصلي من حرمة. من حرمة أيوه مباراتي. هذه أجمل مباراة. أجمل مباراة الدرجة الثانية. جميل. استمريت في الدرجة الثانية كم سنة؟ سنة واحدة ثلاث مباريات لعبت بس. وبعدين اختارونا مدرب على أساس يلعبون مباراة تجريبية في جدة. أي صعدكم المدرب من الدرجة الثانية الدرجة الأولى إلى الأولى. من اللي صعدوا معك؟ موسى الشلهوب، عبد الله بن عمر، محمد عبد الواحد. المدرب منه؟ طه الطوخي. طه الطوخي صعدك مع هالثلاثي اللي أنت قلته الآن. طبعا بتشارك مع ضاري، بتشارك مع كندا، نبيل الرواف، منديل البشير، شمروخ، لاعبين كبار، مبارك عبد الكريم. مبارك عبد الكريم طبعا مع حسين العليان، حسين الخيت وهلما جر من هالتشكيله الرائعه والنجوم الرائعين. ما صار عندك رد فعل يا كابتن محمد؟ والله لما انا كنت في الاحتياط طلب مني المدرب اني اسخن على اساس العب. في كان الاهلي كان يملك نجوم طبعا منهم سليمان مطر الكبش، كتالوج، عبد القادر، مو ابو عبد القادر حق الاتحاد، كتالوج اخوه، والوصله، نعم، عمر رجخان، حسن مجلجل، حسن مجلجل، بفلح، بفلح كان في عبد الرزاق ابو داود، كان في لعيبه على مستوى الكبش كان معاهم، الكبش كان معاهم. نعم. قبل ما ندخل بهال القصة الحلوة اللي هي كانت أول مباريات لك على المستوى الفريق الأول، هذه مباريات حبية، رحتوا لجدة تلعبوا مباريات حبية. أيوة رحمي. خلينا يا كابتن محمد مع السادة المشاهدين نشاهد هذا التقرير اللي عدله الزميل طارق المنصور ونواصل مسيرة سيرتنا. أعزائي المشاهدين نحن الآن في منزل اللاعب محمد العبد الهادي أبو حطبة والذي يمتلك بالمناسبة إرشيفا هائلا صراحة من الصور. أبو حطبة ودنا بس لو تحدثنا عن بعض هالصور اللي اخترناها من إرشيفك. هذه الصورة طبعا فنبدأ أول شيء بالصور الجماعية. هذه الصورة أبو علي أمام الشباب 2-1 فاز الهلال. اللاعبين من اليمين وقوفا فهد بن نصيب، المرحوم عبد الرحمن بن عمر، سلطان مناحي، سمارة الدبلي، مبارك عبد الكريم، ضاري عبد المحسن النزهة، حميد جمعاء، من اليمين جلوسا نبيل الرواف، مرشد العتيبي، عبد الله أبو حطب، منديل الله يرحمه، منديل بشير مرحوم، بشير الغول، حميد جمعاء. جميل جدا. أيضا عندنا صورة ثانية أبو حطبة تفضل. هذه الصورة ضد أمام النصر عام 91 هجري. عام 91 هجري. من اليمين نبيل الرواف، نور موسى، ضاري عبد المحسن، المرحوم غازي سعيد، شمروخ الله يرحمه، الحبشي فهد، سلطان مناحي، فهد بن نصيب، سعيد نصير ضاري، سعيد نصير، محسن بخيت، غريب المرحوم، عبد الله المقبل، سعد المقبل، عبد الله بن عمر، بداح وحطب. جميل جدا. وحطب حدثنا عن هذه الصورة، يبدو أن الفريق مدون خلفها بعض التفاصيل لكن ودنا نتحدث السادة المشاهدين عنها. هذه أمام
الإسماعيلي المصري انتهت في 24/6/92، صالح الفريق المصري، مرشد العتيبي، أبو حطب، نبيل الرواف، مرزوق سعيد، شمروخ، محسن بخيت، النور موسى الله يرحمه، غريب مرحوم، فهد العثمان، إبراهيم اليوسف، فهد الحبشي، فهد بن نصيب، ناجي عبد المطلوب. طبعاً فريق الإسماعيلي في ذلك الوقت كان يمثل قوة كبيرة طبعاً. علي بوجرينشا، بازوكا، كان عنده لعيبة على مستوى. جميل جداً. أيضاً هذه الصورة اللي بدون فريق أجنبي. برازيلي، سانتوس البرازيلي لما جاء. فريق سانتوس البرازيلي. سانتوس البرازيلي لما جاء لعب أمام الهلال وأمام الفرق كلها، راح في جدة. كم تذكر انتهت المباراة؟ 3-1 للفريق البرازيلي طبعاً. البرازيل. آخر صورة معنا أبو حاطب. هذه فريق ضد فريق نمساوي. طبعا هذا تذكر تشكيله اللاعب طبعا. حدثنا عنهم من اليمين وقوفا، ضاري، عبد المحسن، حسين عليان، الفشه المرحوم، بداح، سعد المقبل، محمد لا مهدي، نبيل الرواف، وحطب، حمد الفرج، حميد جمعان، الكبش سلام مطر، ابراهيم اليوسف، كنا مستعدين الكبش والمقبل، غريب، طارق التميمي كنا مستعينه، فهد بن نصيب، محمد نور ظاهر، محمد مدريسي، فهد الحبشي، الخراشي، فهد عثمان. جميل جدا. شكرا لك ابو حطبه. طبعا سيكون لنا اعزائي المشاهدين جزء ثاني من الصور سوف نشاهده باذن الله بعد قليل، والان عوده الى الزملاء في الاستوديو. أهلا بكم من جديد مشاهدي الكرام. إذن كما شاهدتم صور عمرها أكثر من 42 سنة بعضها، وبعضها ربما أكثر. الحقيقة يعني وأنا أشاهد الصور وأكيد أنتم تشاهدونها معي، لفت نظري شيء واحد، يعني هذه النجوم التي تتلألأ في نادي الهلال منذ القدم. يعني الكابتن أبو حطبة عد لنا أسماء نجوم أفذاذ كبار وقارنهم اليوم أبو حطبة مع نجوم الماضي، تجد أنهم نجوم وأفذاذ. طبعا هل هذا هو سر بقاء الهلال بالزعامة؟ بالزعامة طبعا. الهلال كان يملك أحسن لعيبة في المملكة، نجوم، مبارك عبد الكريم، سلطان مناحي، نبيل الرواف، عبد الله بن عمر، كان نجوم. وأنا أهنيك والله يا أبو حطبة على الأرشيف الكبير. يمكن أنت أبو حطبة من خلال مشاهدتي للاعبين القدماء وعصرتهم وعشت معاهم يعني بلقاءات عدة، للأمانة عزيز المشاهد يمكن يعتبر محمد عبد الهادي الشهير بأبو حطبة أكبر لاعب أو أكثر لاعب يمتلك أرشيف رياضي للأمانة، مجلدات يعني، ورانا مجلدات أبو حطبة وتشكر على ذلك يا كابتن محمد. رفضت اللعبة أمام الأهلي أبو حطبة بسبب هناك نجوم كبار، هل هو خوف منك لصغر سنك يعني أبو حطبة؟ طبعا خوف مني من صغر سني، لأني رحت وأنا توني صغير مع الهلال. فلما أنا أسمع الكبش وأسمع عن زين العابدين وفادي الشيباني وعمر رجخان بفلح عالم مجلجل، فدا فسخت الجزمة أنت بكرامة على أساس أني ما ألعب، فأجبروني أني ألعب ولعبت الحمد لله وتوفقت. يقولون رميته ابو حطبة صحيح ولا لا؟ رميت البوت، رميته طبعا علشان المدرب تحطه امام المدرب امام الاوراق، صحيح المعلومه هذه؟ معلومه صح، ما فسخته وحطيته جنبك، رميته يقولون؟ رميته ايوه طبعا. ولعبت ابو حطبة وابدعت؟ وابدعت الحمد لله ايوه قدمت. ويقال انك رفعت الكوره اللي جاء من هدف التعادل للاهلي، وبعدين ايوه الكوره اللي رفعتها هي اللي جت التعادل مع الاهلي. لعب ظهير ايمن اعتقد ابو حطبة بديل للشيباني. ايوه بدال فادي الشيباني، فادي الشيباني انتقل للاهلي بنفس الرحلة، في نفس الرحلة كان معسكر معانا في المعسكر نعم، وراح للأهلي. وبالدرجة الثانية أيضا لعبت ظهير أيمن أبو حطبة؟ لعبت ظهير أيمن وسط. طيب كان هناك أيضا مباراة حبية أخرى أبو حطبة مع الأهلي بنجوم الكبار علي حمزة زي ما وياسين صالح وجوهر وعمر رجخان وبفلح والمجموعة اللي عديتها، لكن استعانوا بلاعب كبير ساعد رزق وكان حيلعب جنبك في مباراة. ايوه كان كانوا لعيبة الهلال يوصونك، ودنا نسمع القصة. هذا كان ساعد رزق الاهلي شراه من جابه من الهلال البحري نعم، وكان من ابرز اللاعبين في المملكة.
فقبل مباراتنا باسبوع كان لاعب قدام المنتخب جايب 3 منتخب الوسطى. نعم. وكنا في المعسكر فكان العيال يوصونا علي انه انتبه له ترى خطر ترى جايب 3 ترى ما عليكم ان شاء الله نتوفق معه. لعبنا المباراة اول كورة استلمها راح فايت من الدفاع كله شايت وطربت في القائم. يا سلام. قال لي العمدة التوت عليه قال لي انا قلت لك انه خطير خطير اشترك معه في كورة عفوية وتعور وطلع تعالج ورجع ثاني مرة اشتركت مع الثاني هو هي قالوا وتعور وشالوا بالإسعاف وراح. جاينا في المعسكر كنا معزومين عند المغفور له الله يرحمه. قبل العزيمة أبو حطب لأن هذه وراء العزيمة أسئلة كثيرة للأمانة والشباب يقولون عندنا تقرير خلينا نطلع يا كابتن محمد مع السادة المشاهدين ونرجعكم لذاك الزمن الجميل للتسعينات تحديدا في دورة الخليج الثاني شوف السعودية والإمارات. السعودية بالفانيلا الغامقة والشورت الأبيض ومعها كرة واتنقلت ونقلتين ثلاثة بتوديها إلى علي العسيري وبيلعبها جوه صغير وينقل وياخد علي ويلعبها طويلة قدام وداخل ضمن 14 وبحسن بخيت هوبا صاروخ اللي جاب الجول وهي صاروخ فعلا هي صاروخ فعلا في اول ثانيه من المباراه وده الهب طبعا اكف كل اقول في 15,000 النهارده 18,000 حوالي 20,000 كلهم بيحيوا فريق المملكه العربيه السعوديه. علي العسيري طويله ورميه الاوت ما فيهاش اوفسايد وماشي 14 محسن بخيت محسن بخيت داخل هيلعبها بالعرض هيلعبها بالعرض لعبها بالعرض واحد هيقابلها كره وياه وجاب في ايده غصب عنه ما تبقاش فاول يمشي الغراب يمشي الغراب ويلعبها بالعرض حلوه ياي 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 واقف على خط الست ياردات بيلعبها مبارك بالاسود سعد رزق بالسعودية محسن من السعودية هو الجول هيجيب جول هيجيب جول الجول الثاني الجول الثاني غراب غراب الجول الثاني طلع وخدها حلو وخلى الجول دخل عليه وحطها من تحت رجله بثقة. عبد الرزاق النور ماشي وهيرفع هيرفع اترفعت هوبا الجول الثالث الجول الثالث الجول الثالث للسعودية ساعد رزق بيلم وادى واحد الدور ده ادى الباك بتاعه علي العسيري لكن فريق الامارات بيعليها وياخدها الباك اليمين يوسف عبد الله حلوه وماشيه ومفات من العسيري فات بيلعب حدش لعيب كره يبعد يلعب الكره قدامه 20 متر ويعتقد انه هيحصلها بتبقى اللعيب كويس قوي يقول لك ايه ربطها في رباط الجزمه هو صحيح هيربطها لا انما كنايه يعني يبقى ماشي بيها اذا بعدت يارده 2 انما 20 متر لا ما تبقاش كوره. ثالث نقله راحت راحت خلاص فريق الامارات خدها وعاوزين نشوف له 3-4 نقلات زي اول هاف تايم لاني اللي يعمل ماتش كوره مين الفرقتين فرقه واحمد تعمل اهلا بكم مشاهدي الكرام. اذا كما شاهدتم هذه المباراه اللي ابو حطبه اللي شد صراحة نظري في هالمباراة حماس الجمهور حماس منقطع النظير طبعا كان الجمهور يجي يحضر المباريات يمشي رجلي من البطحة إلين ملعب الملز ما في ما كان في موزين كانوا يجون يحضرون المباريات كان أنا أذكر مرة من المباريات إنه نزلنا وسط الخط اللعيبة حتى ما قدرنا بالتوبيس إنه نخش الملعب مشينا جرينا من بين الجمهور حتى خشينا الغرب يا سلام من الجمهور اللي كان مليان الملعب كان جمهور كان يحب الكورة محب الكورة نعم.
بمناسبة همبراة كابتن أبو حطبة، يعني هو محور صراحة متأخر عندي، لكن بما أن الشباب عرضوا همبراة كان مفروض أنت تلعب هالبطولة وتم اختيارك، لكن يمكن كنا في عدم انضباطك يمكن يا أبو حطبة، أدونا إجازة معانا المرحوم عبد الرحمن الصومالي، فصاورنا إلى القاهرة، كنا نجي يومين وبعدين نرجع نكمل. رحنا جلسنا لنا أربع أيام، جينا وخلنا نتمرن، جاء الكشف أسمينا منه لا أنا ولا عبد الرحمن الله يرحمه. ويمكن السفر أبو حطبة هو سبب رئيسي تقريبا في عدم انضمامك للمنتخب. طبعا السفر صح ولا لا؟ كثير سافري كنت. طيب نرجع لمباراة الأهلي مع سعد رزق، أصابت الرجال وطلع. طلع وسألوه بعدين رحنا الفندق بهاء الدين أتذكر. نعم. وكان الفريق كله معزوم عند المرحوم له الله يغفر له سمو الملك الأمير عبد الله الفيصل رحمة الله عليه. الله يرحمه. في جراح واللعيبة كل ما أنا ما رحت جلست في الفندق. خايف يعني. ما مثل ما خجل يعني قابل عبد الله الفيصل وإنه لاعب توم جايبينه وأنا رحت صبته. فلما جاء وقال فين وين أبو حطب؟ الله يغفر له. قال والله ما جاء في المعسكر. جالس. أمر مبارك عبد الكريم صلى الله عليه وسلم زاني صلى الله عليه وسلم مبارك خذوني شوك للأوتيل للأوتيل قالوا لي يمشي للعشاء إن العشاء جيت قلت يلا قالوا مرة قلت يلا مشينا أول قلت من يراعي رحت معهم أول ما خشيت وقفت عليهم قالوا أنا بحطب قالوا هذا هو قال أنا أحسبه بحطب هذا اللي كبير ومليان أنت بحطب رح شف سعد رزق جيت لسعد رزق رافع رجله بالخيط في ليلتها مشي لندن راح يعالج حتى سمو الامير عبد الفيصل رحمه الله عليه تولى علاجك اعتقد باحدى اصاباتك ابو حطب الله يرحمه ويسكن الجنه ولا ينسى الشيخ عبد الرحمن بن سعيد رحمه الله عليه كان هو له الدور الكبير في بروزي وتعليمي ودخولي الحرس الملكي ارسلني بخطاب فرحت إلى جدة استقبلني سليمان مطر الكبش مع واحد السواق وراحوا ودوني على بيت الأمير عبد الله الفيصل الله يرحمه جيت عندهم خشيت وذا وداني المصروف سكنت في الفندق نعم فعمل فحوصات عندهم في ذا جلس عندهم ثلاثة أيام قال لي خلاص هذه التذكرة علاجك في لندن نعم هذه التذكرة تروح تسافر تعلم أهلك وتجي عشان نرسلك لندن الحساب الخاص رحت للرياض انه طبعا النوم في الصدوع كان مفتوع قمت الصباح مشيت زليت كذا طقت ركبتي عندي زلقت مع الدرجة مع الدرجة وطقت الركبة حسيت خلاص ما عاد في شيء ضابط يعني ضابط رحت للتمرين العيال استغبروا نبيل ولا لا حد يخش عليه كان يقول حد يخش عليه قال ما فيني شيء خلاص والحمد لله إلى يومك ولا إصابات ولا كنا نعرف الإصابات هذه الغضروف التمزق ما هذه ما شفت إلا في الأخير هذه ليش أبو حطب الأربطة ما أدري ليه ما أدري الغذاء من السهر ما كنا نعرف أبدا كنا نجتمع ونروح نطلع طريق الحجاز أنا ومحمد سعد وناصر القذيطي الله يذكره بالخير وبشكة كنا نطلع طريق الحجاز ونجلس ونتعشى وكلنا نروح هلالي ونصراوي وكلنا سوا ما تسهرون أبو حطب ما نسهر أبدا أبدا ما نسهر ساعة نجيك الساعة 10 نازل جميل أبو حطبة أنت ذكرت رحمة الله عليه اسم عبد الرحمن بن سعيد هو صاحب فضل على نادي الهلال والرياضة السعودية الرياضة السعودية طبعا نعم وتحديدا نادي الهلال وعلى أكثر لعيبة نادي الهلال يعني أكثر لاعبين اللي ذكروه عزيز المشاهد بأسمائهم عندما استضفناهم يعني كلهم أثنوا على المرحوم أنا أبي أسألك عن رجل أيضاً لا يقل حب وخدمة للهلال توفاه الله الأمير عبد الله بن سعد الله عبد الله بن سعد رحمة الله كان له الفضل كبير تعرفيه نعم وصار لك موقف أنت تحديداً مع سمو الأمير رحمة الله عليه كنا جالسين نتفرج على التمرين هو جاء كان عليه بشت ثاني هنا ماكل البر قام هو فسخ البشت حقه ولبسني إياه أساس الدفابه فخذت التوت اللي هو الامير عبد الله بن سعد انت رحت برا الدين البشت قال لي لا خلاص رحمه الله رحمه الله
قال ابي ناخذه. البشتي لحد الان موجود عندي بالغطاء حقه وحاطه في الدولاب لحد الان موجود يعني، وكان الافضال علي طبعا ما انساها، وافضل على جميع لاعيبه الهلال وعلى الهلال. وانا اتمنى اني اسوي دوره خاصه باحياء الرياض باسم عبد الرحمن بن سعيد. وش المانع يا ابو حطبه ما تسويها؟ يبغى لي شويه دعم حتى اسوي دوره، لان انا سويت دعم مادي ولا دعم معنوي ولا دعم مادي، لان انا سويت ثلاث دورات في، سوينا دوره انا وخالد الصرهيت في ملعب الشفا، وسوينا دوره كان يشرف علينا الامير بندر نعم بن فهد محمد بن عزيز، سوينا دوره في استراحه بخيت نعم من احسن الدورات، اشتركوا فيها فورا وكانت جوه ثمينه، وهذه وانا مستعد اني اسوي دوره على مستوى المنطقه الوسطى الرياض. نعم طيب شوف لك راعي يرعاها بالتاكيد يا ابو حطبه، يعني في عندي لجن كامله وعندي ملم بالحاجات، لاني انا 25 سنه كويس دربت في الحرس طيب الملكي، وسوينا دورات في الحرس الملكي على المستوى وانا يا عبر القناه الرياضيه ابو حطبه وتحديدا من خلال برنامج سيره ادعو، سمعته يعني طبعا كلام ابو حطبه، ادعو من يستطيع ان يتبنى هذه الفكره ويدعمها ماليا بجوائزها والتنظيم، اعتقد ابو حطبه كفيل بانه ينظم وصاحب خبره بالتنظيم، انما الرجل يبغى دعم مادي، وانا متاكد مليون في المليون انه حيكون لها عائد يعني فائده ذو فائده للرياضه السعوديه بالتاكيد. خلونا عزيزي المشاهد نشاهد هذا التقرير والجزء الثاني من صور الكابتن ابو حطبه، ومن ثم نواصل مسيره سيرتنا. أعزائي المشاهدين مرحبا بكم في الجزء الثاني من رحلتنا في الكشف عن الأرشيف الرياضي الضخم للكابتن محمد العبد الهادي أبو حطبة. أبو حطبة حدثنا عن هذه الصور، هذه طبعا صور شخصية. أيوة هذه في نزهة رايحين الطائف أنا وسعد الفرج وسلطان بن نصيب عبد الرحمن الفيل وغازي سعيد، كنا في الطائف في منتزه. عام كم ولا ما تذكر؟ والله ما أذكر بالضبط، مكتوب التاريخ وراء يبدو المكتوب عام 94 هجري. ممتاز ابو حطب، ايضا هذه الصوره يبدو لي احد الطلعات ايضا. من نجوم الهلال معك في هذه الصوره؟ هذه فهودي فهد عبد الواحد فهد عبد الواحد على يمين الصوره فهودي وانت بينهم طبعا. من اللي كان فاز في الصك؟ انا كنت اعلم العمده اعلم فهود لعب البلوت. يعني انت اللي علمت فهود العمده قصدي. انت علمت العمده البلوت. ممتاز. ايضا هذه الصوره طبعا يبدو لي في احد السيارات كشف ولا سبورت. هذه الهوندا اول سياره طلعها. هوندا كان الهلال مساعدني فيها معي الزمامي لاعب الرياض. في الخلف. والبيشان وعبد الرحمن الحيل وسلطان بن نصيب. وين كنت موديها؟ كنا نتمشى في طريق 60 طالعين من معهد التربيه، هم كانوا طلاب في معهد التربيه. شارع 60 في ذلك الوقت هو الشارع هو الممتاز، انا كنت مره ماخذهم. جميل جدا. وبحط بحدثنا عن هذه الصوره ايضا تفرج. هذه الصوره في القاهره. من شارعت معي سلطان بن نصير. كابتن سلطان بن نصير. كنا رايحين رحله. جميل جدا. ايضا هذه اخر صوره معنا ابو حطب. هذه كنا في دوره في المانيا، دوره مدربين. معي الكابتن الكبير المدرب القدير خليل الزيالي. مترجم وانا. جميل جدا. طالعين من الفندق. كابتن محمد اخر طبعا عند معنا صوره طبعا او ميداليه تذكري، حدثنا عن هذه الميداليه. هذه الميداليه خسرنا عليها بعد هزيمتنا مع الاسف من نادي الاتفاق 4-2 المغفور له من كثير. من كان ابرز نجوم الاتفاق في ذلك؟ عيال الفصمه محمد سعود كانوا وعبد الله يحيى. ممتاز. شكرا لك ابو محمد. شكرا لك ابو حطبه استاذ محمد. وعوده اعزائي المشاهدين للزملاء في الاستوديو. اهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد. شكرا للزميل طارق والزميل عبد الله وبندر، الله يعطيكم العافيه على التقارير الجميله اللي تزودونا بها. ابو حطبه، يعني أنا دائما أقول أبو حطبة أبو حطبة،
أنا متأكد أغلب المشاهدين يبي يعرف تسمية سبب أبو حطبة وش؟ هذه التسمية أسبابها فهد بن نصير، طبعا كان هو يمرنا عشان نروح التمرين. اللي حصل إنه ما لما يطلع من البيت التحميلة نعم. وزيها في نافذة من فوق، سلطان فهد بن نصير كان يستناني، رحت أنا رميتها طلعت أخوي عبد الله. وش رميت؟ رميت التكميلة. التكميلة. التكميلة بوت أنت بكرامه، فضربت في رأس أخوي عبد الله. طلع الدم قال في الحطب هذه جتني وراحت. راحت أبو حطب. أبو حطب سموني في البيت وانتشرت. وهذه سبب التسمية. أنت ما تزعل منها كابتن؟ لا ما زعل خلاص. أبدا جميل. أنا النجدة الليلية أحب أبو حطب ولا النجدة الليلية. طيب فيه لقب آخر كانت جماهير الاتحاد تلقبك فيه أيضا، تذكر اللقب؟ أبو حديدة. ليش يعني كانت تسميك أبو حديدة؟ لأن أنا كنت ملقب نجدة الهلال، فلما رح نلعب في جدة قلبوها جمهور الاتحاد لا أبو حطب أبو حديدة، نزلوهم من نجدة الهلال أبو حديدة، موجودة هذه مكتوبة في الصف. جميل. جورج سكينز مدرب الهلال أبو حطبة أبعدك في إحدى المباريات تحديدا أمام الشباب. أيوه صح. ليه؟ كنت أنا سهران برا في التمرين. تو قبل شوي تقول ما أنا بسهر أنا. لا كنا سهرانين، في عندنا سامر جالسين وأنا وناصر القطيط وذا، فهو لما جيت التمرين أنا كنت تعبان، عرف هو نادى سلطان مناحي قال فين يعلمني فين كان سهران. قلت بالصراحة كنا سهرانين في سامري، فخلاني أتمر لما جت اللستة لأني أنا برا تمرنت وكل شيء لأني برا اللستة. من النوادر يعني ترى تصير إيه؟ لك يعني السهرات. إيه؟ لا بعد ما نروح المحلات إيه؟ قريبة في الحارة. ما كانت وانت في القاهرة مع عبد الرحمن صومالي، ما كان ما هي بهذه القصة؟ لا هذه القصة قابلنا الأمير هذلول عبد العزيز من الشورتن. نعم. وعبد الرحمن الصومالي فأدانا، قال لي حد لا ما رحت السعودية، قلت لا، فأدانا مبلغ قال بكرة تحجز أنا وترجع الرياض. قلت إن شاء الله بكرة إن شاء الله أكون في الرياض. نعم. قال عبد الرحمن الله خلنا رحنا على اسكندرية، جلسنا في اسكندرية أسبوع بعدين جينا الرياض. أبو حطبة بناخذ مع السادة المشاهدين ومعك اتصال من أحد محبيك واللي أنت تثني عليهم ودعمك، الكابتن القدير عبد الله فودة العمدة. مرحبا بك أبو بندر. هلا أبو بندر. ألو. حياك الله أبو بندر. يا هلا وسهلا. يا هلا بيك والله. يا هلا وسهلا. حياك الله. طبعا انت كما تشاهد، اذا كنت تشاهدنا والله انا سعيد بالجوبه الاخ محمد. الله يخليك حبيبي. هذا هو معك يا كابتن عبد الله. مساك الله بالخير اخ محمد. يا هلا والله مرحبتين يا حبيبي. شلونك؟ طيب العيال طيبين؟ انت سموك ابو حطب وسموك ابو حديد، انا بدي اسميك العاشق الهلالي. الله يخليك يسلمك حبيبي. لانك انت انسان بصراحه ابو حطب، انا اتذكر بس انا اول ما جيت من نادي احد. نعم. أول ما جيت من نادي أحد يعني طبعاً رحبوا بكل شيء، ولكن كان الأخ محمد كان من أكبر الناصحين بالنسبة لي بصراحة. نعم. ولكن أنا أقول لك برضه أنا مقصر مع الأخ محمد يعني كيف بالتواصل، ولكن هذه الحياة كذا تعرف مشاغل الحياة أبو بندر. محمد يبقى في القلب صراحة. نعم. واللي ما يعرف محمد أبو حطبة ها بالنسبة للجماهير ممكن ما يعرف محمد أبو حطبة، ولكن هذا الإنسان عاشق ومحب لنادي الهلال بصورة ما يتصورها أي إنسان يعني. الله يخليك. حتى هو يقول يا ابو بندر ما تفوته ولا مباراه الان. انا تابع البرنامج، عارف كيف؟ والله العظيم وانا كمان حرص جدا اني اسوي المداخله هذه، وتابعت البرنامج يعني لاني اعرف ابو حطب ومدى عشقه لنادي الهلال ومدى يعني شوف هو يحمل يحضر جميع مباريات الهلال. نادر جدا جدا صحيح. جدا نادر جدا من اللاعبين القدامى او حتى اللي بتاعد عن الكوره انهم يحضروا كل مباريات الهلال، حتى لدرجه اني اسمه يحضر التمارين. صحيح. يدل على شيء، فإنما يدل على إنه هذا الإنسان مخلص ومحب لنادي الهلال وعاشق وإنسان محترم. والله العظيم يا أخ عبد الله شوف، والله العظيم إنه ما أعتقد إنه في اللي يعرف أبو حطب مضبوط ما يحب، كل الناس تحبه. صحيح. إنسان طيب وإنسان خير أمانة. الله يخليك. وأتمنى له التوفيق في حياته وفي أولاده وفي كل شيء إن شاء الله. الله يخليك حبيبي. شكرا. صحيح. علمك بلوت يا كابتن؟ والله أنا تفاجأت إنه الصورة هذه بدامت ما شاء الله تبارك الله عنده ارشيه ها. لا عندي لك حاجات حلوه بعد. فعلمني البلوت، فانا قلت لك اللي هو اهم البلوت اهم من كل شيء
انه نصائحه كانت بالنسبه لي اول ما جيت الهلال، وكان له دور كبير امانه، عرفت كيف؟ نعم. بالنسبه لي انا امانه كان ينصحني نصائح وكان يوجهني توجيهات، عرفت كيف؟ وهذا ابو حطب، هذا هو يعني. الله يخليك يا كابتن عبد الله، في كلمه ابو حطب. الله يخليك حبيبي، الله يسلمك. شكرا جزيلا كابتن عبد الله. شكرا. الف الف شكر على التواصل. شكرا جزيلا ابو حطبه. اسالك، انتقال فايد الشيباني افاد ابو حطبه؟ والله طبعا لما انتقل فايد الشيباني الخانه فضيت، فيه سالم اسماعيل وفي منديل بشير، ولكن المدرب هو اللي عزني اني العب في ظهير اليمين. واصبحت رسمي 15 سنه واستمريت في الهلال 15 عاما بعد أساسي. ذلك. طيب قبل ما نتكلم، بعد ما صرت رسمي وبديت تلعب الان ومباريات اللي لعبتها، وبنتكلم عن مباراه الاهلي اللي لعبتوه على ملعب الصايغ والاحداث اللي صارت فيها وفاز الهلال في الركنيه، تذكرها؟ اذكرها. حنتكلم عنها، لكن عزيزي المشاهد بعد هذا الفاصل اللي نشاهد من خلاله مباراه المملكه العربيه السعوديه والنمسا في العام 95 هجريه. وسط ولعب كره صباره ورجع الخلف لاحمر صغير بيلعب في النص، بدوره لناصر للصاروخ يقطعها النمساوي ويلعبها قدام لنمره 16 يقطعها تحسين وطلعها برا الملعب. الدولي يلعبها لناصر الجوهر، ناصر الصاروخ طويله يا ناصر، لكن يحصلها صاروخ. يا سلام يا صاروخ، يا سلام يا صاروخ، ارفع صاروخ، ارفع صاروخ وتروح. يلا يا سلطان، هارد لك يا سلطان بن نصيب، وضاعت فرصه شاطها في جسم اللاعب، والحكم بيصفر بيحتسب، اعتقد بيحتسب هانز بور على سلطان بن نصير. محمد سعد لاحمد الصغير، يلا يا احمد الصغير، احمد الصغير ماشي العبها للصاروخ قدام، يلا صاروخ، ارفعك يا صاروخ، لعبه ثرو بينيه حلوه من احمد الصغير للصاروخ، وحطها ببطن قدم الصاروخ، ولكن طلعت برا، طلعت برا الملعب. بتاع راشد جمعان وفاول على جنتر، فاول بول لانه مد رجوله في وجه راشد، وكان طبعا فاول. بيحط الكره راشد جمعان ويلعبها قدام، ياخذها الحارس ويلعبها نمره 4 وارنر، الكره على الارض يحطها وارنر ويلعبها قدام، يقطعها خالد التركي ويلعبها مين للصاروخ. يلا صاروخ، يلا صاروخ، فرد الجول صاروخ وحط جول، جول 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 جول. لعبه حلوه، استخدم دماغه فيها، استخدم دماغه فيها خالد التركي، لعبها للصاروخ. لا سلمد، سلمد سلمد شمالك، سلمد شمالك يا صاروخ، وبشماله الصاروخ، بشماله العاده كان الصاروخ يحاول داخل ما خط 18، لكن المرة دي حط الكرة، حطت حراريف، حطت حراريف، حطت أستاذ، حطت لاعب كبير. الصاروخ الحقيقة من لاعبتنا، من لاعبيننا الكبار اللي بنعتز بيهم، وسجلنا هدفنا الأول، سجلنا هو الصاروخ من تمريرة حلوة من خالد التركي، وأصبحت نتيجة 1 لصالح المنتخب السعودي لا شيء للنمسا. وتلعبت الكرة وطلعت أوتسايد في مربع رقم 1 في الناحية الشمالية على شمال مبروك التركي، ضربة مرمى بيحطها مبروك بعد قبل حوالي 8 دقائق أو 7 دقائق من نهاية الشوط الأول، سجلنا هدف الأول، سجلنا هو الصاروخ، الكرة مع الصاروخ، يلا صاروخ لمحمد سعد، يلا محمد شوت، يلا محمد سعد يدفون من الخلف، يشوت محمد سعد، يشوت محمد سعد، لكن في الأوت، معليش محمد يا سعد. مطالب اللاعب إذا دخل داخل الأريال يعني خط 18 يحطها بين الثلاث القوائم، مطالب إنه يشوت بس مو شوت الأوت. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. أبو حطبة، كنت أنا أتكلم عن مباراة الأهلي اللي انتهت في التعادل 1-1 وفاز فيها الهلال في الركنيات، حدثنا عن هذه المباراة. هذه المباراة كانت متعادلين لآخر الدقائق، فكان يسخن حسين عليان برا، فأنا طلعت قلت خلاص الوقت انتهى، يعني ايش يسخن؟ خش غير واستلم له كورة باقي 4 دقائق 5 دقائق، فات من المدافعين وشاتها في عبد الرزاق وداود وطلعت الكورنر، لعبنا الكورنر شوي انتهت المباراة وفاز الهلال في الكورنر. في الكورنر اللي سببه حسن عليان. حسين عليان. حسين عليان.
انت نجمت ابو حطب، انا ليش اوردت المباراة؟ لانك ابدعت فيها، كنت فيها كويس. حتى وش تكلمت الصحافه بعد كذا؟ نجده الهلال يتحول الى بازوكا امام الاهلي. دائما ما تبدع ابو حطب امام الاهلي، وش لان الاهلي هو الفريق صحيح لحد الان، الفريق اللي يلعب كره صح، فريق منبع النجوم، فريق تلقى اكثر لاعبين من ابناء النادي. طيب انت ترشح الاهلي الحين؟ انا بطوله السنه ذي ارشح الهلال، الاهلي، الشباب. الاهلي، الهلال، الشباب، الاهلي. جميل. عكس ذلك ابو حطبه، ايضا امام الاهلي في احدى المباريات تكلمت الصحف وقالت الدفرسوار الهلالي ابو حطبه اصبح ممرا سهلا لهجوم الاهلي. الدفرسوار طبعا عزيز المادة العزيز المشاهد هو ثغرة حربية في الحرب العربية الإسرائيلية أعتقد في العام 73، واللي ثغرة اللي أصبح الجيش يمر من عندها، وشبهك بها الدفرسوار هالمنطقة هذه. هذا الصحفي كان غلطان، وأنا كنت ما كنت في الفرمة حقتي، بس ما كان إني سيء لحد كذا. نعم. تذكر من اللي كتبها؟ والله ما أذكر بالضبط. عثمان العمير، عثمان العمير. عام 97 كتبها. أمام النصر أبو حطبة كنت أيضا تنجم طبعا، ولعبت مباراة كأس الملك، إحدى مباريات كأس الملك. يقال أن أبو حطبة دائما ينجم أمام الهلال، بس أقل نجومية أمام مع الهلال أمام النصر، أقل نجومية من أمام الأهلي طبعا. ليش؟ أنا قلت لك الأهلي فريق صحيح، يعني النصر ما هو فريق صحيح. لا لا، النصر من أحسن الفرق في المملكة أيام ماجد. التسعينات كانت تنافس أيضا بين الأهلي والنصر. والنصري كان الأهلي 9 بطولات وراء بعض خلاص. يعني ما له سبب آخر يا كابتن محمد؟ هذا سؤالي. ما له سبب، ما في مؤثرات خارجية مثلا على مستواك؟ لأن الجمهور الأهلي يبغى يعرف، أو الناس تبغى تعرف، وحطب احيانا ما ينجم كثير، علما بانك نجمت للامانه، لكن ما ينجم زي ما يبدع امام الاهلي. طبعا الاهلي كل مباراه يلعبها قدام الملك كويس فيها. جميل. خليني بتكلم معك، نرجع للثمانينات تحديدا 88 هجريه ابو حطب، مباراه الكاس مع الاتفاق، وانت لسه مسجل، يمكن صار لك كم سنه تقريبا؟ سنه. ولعبت مباراه مهمه، لعبت امام الاهلي وامام النصر وامام الاتفاق النهائي. النهائي حدثنا عن المباراة أبو حطب. هذه المباراة كنا ساكنين في الفندق اليمامة، فكنا كاسبين النصر والأهلي. نعم. لعبنا على الكاس، وكانوا يعني مباراة لعيبة كلنا كنا يعني خلاص ضامنين البطولة. فجأة جاء فينا هدف الأول الثاني، فصارت عندنا ربكة. لعبت أمام عيال الفصمة. عيال الفصمة، خليل الزياني، مخيزيم، محمد الفصمة من أبرز اللاعبين. نعم. من لعب معك في تلك المباراة أبو حطبة؟ معي نجوم الهلال، كندا ونبيل الرواف و سالم إسماعيل، سالم إسماعيل و طعيمي، فهد طعيمي، فهد بن نصيب، عبد الله بن عمر. نعم. عبد الله بن عمر، سمروخ الظاهر. نعم، لعيبة كثيرة. طيب عليان. خلينا كابتن محمد مع السادة المشاهدين أيضا ناخذ تقرير، ومن ثم نواصل مسيرة سيرتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. والله الحقيقة الأخ محمد أخ أكبر لي يعني، فاستفدت منه الشيء الكثير، ورجل خلوق على مستوى عالي، رجل محب ومخلص النادي الهلال، شيء يعني غريب، يعني يفوقنا بمراحل، يفوق جميع لاعبين نادي الهلال. حتى إلى الآن اللي أسمع عن محمد أنه ما يتعدى لا النادي ولا التمارين ولا المباريات، فالرجل الحقيقة له فضل كبير علينا وعلى نادي الهلال. خدم الهلال في سنين طويلة، كان من أحسن اللاعبين مر في المملكة بالنسبة للباك اليمين. محمد طيب وحبيب وسمح وغالي وعزيز، في مهما كان في محمد يعني صاحب بديهة، صاحب نكتة، صاحب وسعة صدر مع الجميع في النادي،
كنا نحب نجلس معاه هو ظهري والعيال الباقيين، كان يوسع صدرنا والله محمد في أمور كثيرة في المعسكرات. الأخ محمد عايشته من زمان، حتى في فترة من فترات أن حتى السيارة اللي شريناها شريناها سوا سيارتين. كان هو يبغى نعلم السواقة، فجلسنا يوم طلعنا للنادي. فبعد في كانت عندنا مباراة نادي الوحدة كنا فايزين فيها 2-1 من الفرحة من الفوز، كنا أول مرة فوز 2-1. حتى المكافأة أذكرها أنها كانت 200 ريال، يعني شيء عظيم بالنسبة للمباراة ذيك 2-1 ملعب الملز. في الليل النساري من النادي كان معي الأخ فهد بن نصيب الأكبر مع سيارة، راح معه وقال أنا عندي مشوار ورحت مع محمد. سيارة محمد الكرولا الصغيرة في النادي موقفينها في ملعب الطائرة. طلعت أنا إياه ركبت أنا إياه السيارة، مشينا من الموقف السيارات من الملعب علينا وصلنا للشبكة. يوم وصلنا للشبكة ومحمد شاف الشبكة دنق في وسط السيارة. قلت ليش محمد دنق؟ قال خاف أنك تجي راسك، قلت أنت وسط السيارة الحين ما تشوف. يعني هذه من بديته ومن سجيته يعني الحبيبة. فأشياء كثيرة في محمد طيبة وحماسة، حتى كان في الملعب كان حماسي وشديد وما شاء الله وجبر في أمور كثيرة. أذكر أنه كنا في مباراة الربيع في جدة، كانت في الدوري الممتاز في وقت التصنيفي، وفي الفترة ذي كان كل مباراة يتولاها واحد من اللاعبين يكون كابتن الفريق. كان في مطر، حتى أن تأخرنا في الرياض اليوم وطلعنا اللي بلغنا عبد الرحمن الدهام الله يذكره بالخير نطلع اليوم الثاني، تأجلت المباراة اليوم الثاني. كان مطر قوي مرة، طلعنا من الأوتيل رحنا للملعب، المباراة يعني صعبة تقام في الوحل وموية وشيء غريب. أقيمت المباراة، أنا كنت حسن حظي أني كنت أنا الكابتن للفريق فيها. أول 10 دقائق الربيع جاب الهدف الأول وفاز 1-0، وجلسنا يمكن ليه قبل المباراة ب10 دقائق. كان ناجي عبد المطلوب الله يذكره بالخير لاعب الهلال معروف، كان هو جناح يمين وحطبة الباك الأيمن. في فترة من الفترات أنا أسمع صياح، ألتفت عليه محمد إيش فيه؟ قال يا أخي هذا ناجي ما يتحرك، تعبان سيء ما سوى شيء في المباراة، عشان نادي الربيع جاي من نادي الربيع لازم يتحرك، وظهر ويزعل عليه ومديدة عليه وما أدري إيش صار بينه، صار اشتباك بين الاثنين هديناهم. يا محمد قال لا خليه يتحرك هذا نادي وصايح عليه. جلسنا انتهت المشكلة بينهم هديناهم، باقي 10 دقائق على المباراة. بحسن حظنا أنا كنت الكابتن وخفت أنه يكون ينهزم الهلال ولا يتعادل ويقولون أعوذ بالله ليته ما صار كابتن. في آخر 10 دقائق توفق الأخي الأكبر والغالي علي محسن بخيت في كورة هجمة باقي يمكن 6 دقائق ويتوفق محسن ويجيب الهدف، تعادلنا. قلنا الحمد لله على الأقل تعادل ولا هزيمتنا 1-0. جلسنا في السنترة، بعدها بدقيقتين جاب محسن الثاني، بعدها بدقيقة جاب محسن الثالث، أنتت المباراة 3-1 الحمد لله فاز الهلال. الآن ناجي يفكر وش يرد على أبو حطبة على كلامه في الملعب وش سوى فيه. ركبنا في الباص في الأمير هذلول مع عبد العزيز الله يقومه بالعافية، يسأل ناجي يا أبو ناصر ايش فيك اليوم ضايق صدرك، يعني ما تكلمت ولا سولفت معانا العادة أبو ناصر حبيب ناجي. يا والله أنا زعلان طال عمرك، لأن هذا أبو حطبة تكلم علي وزعل علي وسواني أنا نادي ربيع ماني مخلص ماني إيش، لكن إن شاء الله يا أبو حطبة يقول كذا يجي مباراة وتصير سيئة ووريك أنا وش أخذ حقي منك. ضحكنا لطف الجو، قال لهم لا لا جاء أبو حطبة وسلم عليه وقعدنا في العشاء الحمد لله فايزين وبنرحب. لكن قال عاد محمد أنا والله من الحماس ومن ما أبغى الربيع يهزمني، وإن كنا متنافسين مع الأندية في التصنيف صعب، فهذا الحماس اللي خلاني أقول كذا. وطلعنا ولكن محمد الحمد لله يعني الحقيقة يعني أنا مو بتوقع، أنا عارف أشياء كثيرة، حتى كان أشياء يدفعها من جيبه النادي الهلال، يعني مو النادي الهلال يعني ككيان، اللاعبين لأشياء معينة لشراء كرمك الله جزمة أشياء معينة، يخدم من هنا يطلع من هنا في الحواري يروح يشوف الناس الكويسين ويسوي لهم الأشياء ذي جيبة. فأنا أتمنى إن شاء الله التوفيق للأخي الأكبر محمد عبد الهادي شهير طبعا بحطبة، بحطبة لأنه ترى ما أخذه بحطبة يمكن عشان جبرت عظمة ما شاء الله عليه وساقه. فأتمنى له التوفيق إن شاء الله في حياته وكل لك الخير، وأتمنى إن شاء الله أن يحذون حذيه باقي للاعبين الهلال إن شاء الله، لأن من الناس المخلصين، وأتمنى له التوفيق في حياته إن شاء الله.
أهلا بكم مشاهدين الكرام. أهنيك حقيقة يا كابتن محمد على الاحترام اللي كنا لك، كل اللي ظهره في البرنامج واللي نسمع يعني يقدروك تقدير جميل جدا، وهذا من أخلاقك الطيبة يا كابتن. الحمد لله على أهم شيء. بس زعلت ناجي، وش بتقول له الحين؟ لا اعتذرت منه وكل شيء. هو يسمعك الحين ناجي، يمكن يشوفك الحين. لا اعتذرت منه. وش بتقول له الحين؟ هو يشوفك. لا يعذرني خلاص، أنا من بعد المباراة جيت سلمت عليه وانا نتعشى. جميل. كابتن بحطبة، لعبت سنتر هاف في عدة مباريات. أولا ودي أسألك ويعرف الجمهور تحديدا هي، لماذا لعب أبو حطبة سنتر هاف في أغلب المباراة تحديدا الودية؟ والله هذا المدرب، أنا المدربين، أنا لعبت قدام نادي الإسماعيلي المصري سنتر، ضد الزمالك سنتر، ضد فريق النمساوي لعبت سنتر، وفي الجال اليمين اللي جاء لعبت سنتر. نعم. وجامعة البرازيل لعبت سنتر، كل المباريات هذه لعبها سنتر. ليش؟ وش السبب؟ كان الإسماعيلي من أبرز الفرق في مصر، كان يعملك بازوكا، أبو جريشة كان من أبرز، وأبو جريشة كان يضرب هدنك كويس، طلوعه يعني عالي، يضرب ضربات رأس، وأنا أطلع كويس، فعمدني أني أراقب في المنطقة دي، والحمد لله. يعني نجحت أبو حطبة كسنتر هاف بدليل أنك لعبت أكثر من مباراة. أي أكثر من مباراة. ليش إذن ما لعبوك المدربين اللي تعاقبوا على الهلال كرأس حربة في المباريات الرسمية؟ نطلع في الكورنر نطلع نلعب، بس ما لعبني رأس حربة، لا ما لعبت رأس حربة. نعم. كله وسط، باك، سنتر هاف. أحمد عيد وسليمان مطر، كابتن أحمد عيد طبعا والكابتن سليمان مطر الكبش، استعان فيهم الهلال ضد الفريق النمساوي. اي ودي تحدثنا، كانوا معاي في الغرفه هم، مناسبه هلا استعارهم الهلال يلعبون ضد الفريق النمساوي هو. نعم. وكانوا معسكرين معانا في وكانوا معاي في الغرفه نفسها. وش تقول لهم الحين؟ الله يجزاهم بالخير، ما ايش اقول لهم، الحمد لله يعني لاعبين نجوم كبار. سليمان مطر كان في الهلال طبعا، كان في الهلال وراح الاهلي، وراح للاهلي. ايوه. والكابتن احمد عيد طبعا من ابناء الاهلي. من ابناء الاهلي. احمد أبو حطبة، لعبت مع لاعبين كبار وتعاقبوا عليك اللعيبة، من أفضل من لعبت معه أبو حطبة؟ في الهلال، في الهلال في سلطان مناحي، كابتن سلطان مناحي، في عبد الله بن عمر، في محمد الطعيمي، في فهد بن نصيب، سلطان بن نصيب، كل هذول لعبت معهم. منديل، منديل البشير الله يرحمه، سالم إسماعيل، كان داسام إسماعيل، كل هذول من أبرز اللاعبين اللي لعبت معهم. نعم. أبو حطبة طبعا محبينك كثار، الحمد لله، أمانة يعني. خلينا مع السادة المشاهدين نشاهد أحد محبي أبو حطبة ماذا قال عنه، ومن ثم نواصل مسيرة سيرتنا. والله أنا أولاً عرفت الأخ محمد من الحي اللي تم تصوير البرنامج، وعرفته من الحي، ثم لاعباً في الهلال، ثم مدرباً في الحرس الملكي. والذي أعرفه أنه لو عمل استفتاء لكل من عمل أو عرف محمد عبد الهادي سوف تجد الإجماع على محبة هذا الرجل لما يمتلكه من أخلاق ومن حفظ للمودة وللعلاقة يعني لكل الصفات الجميلة. أنا أعتقد أنه كل من عرف هذا الرجل سوف يقول نفس الكلام الذي أنا أقوله، وهذه ليست مجاملة ولكن والله حقيقة، لأنه رجل محبوب من الكل. فأتمنى له التوفيق والسعادة وطول العمر، وهذا كل اللي أنا أقدر أقوله عنه باختصار. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد. أعزائي المشاهدين، قبل أن نواصل مسيرتنا هذا المساء مع النجم الهلالي الكبير أبو حطبة، بس ودي أنا قبل شوي نوهت عن دعم الكابتن أبو حطبة عندما أبدى رغبته في إقامة دورة. جانا الآن دعم مباشر من الأستاذ محمد بن عبد الرحمن بن سعيد ابن الشيخ عبد الرحمن سعيد، بدعم
هذه الدورة يا أبو حطبة ماديا بكل تكاليفها، وتسمى دورة الشيخ عبد الرحمن بن سعيد، وأعتقد يشرفكم تسمية دورة باسم المرحوم عبد الرحمن بن سعيد شيخ الرياضيين. شكرا للأستاذ محمد، شكرا جزيلا. وجاك أيضا دعم من الأستاذ فهد السريهيد اللي يقول تقام الدورة كاملة على ملعبه الخاص. الآن أبو حطبة جاك الدعم المادي وجاك الدعم المعنوي اللي هو بالملعب، يعني ما في عذر. وأشكر باسم كل الرياضيين الحقيقة، أشكر الأستاذ محمد والأستاذ فهد، لأنه بالأمانة أبو حطبة الكل يثق فيه ويثق بفكره وحصوله أيضا على شهادة البي من ألمانيا، وحنا حنتكلم شهادة تدريبية عالية لتدريب الأندية والمنتخبات، يعني حيصقل هالمواهب الشابة هذه، وحيستطيع وسوف بالعكس يعني سوف يستفيد منها الأندية المملكة العربية السعودية تحديدا، مش أندية الرياض، أندية المملكة. وأتمنى لك التوفيق أبو حطبة، وإذا بتقول كلمة للأستاذ محمد بن عبد الرحمن السعيد وفهد السرهيد. أشكرهم جزيل الشكر طبعا، وهذا قمة التفاعل أمانة أبو حطبة. أبو حطبة لعبت مع الشباب، حصل في مباراة، إحدى مبارياتكم مع الشباب حصل موقف طريف فيها، اليوم سكرتوا على مبروك الدبلي في المعسكر رحتوا. هذا كنا شارع الظهيرة طبعا اللي هو مقر نادي الهلال سابقا، فنزلنا لنا وركبنا التوبيس على الملعب. مبروك الدبلي كان في المعسكر في الغرفة نايم. نعم. فلما وصلنا الملعب نسأل عن مبروك، ويا مبروك، هو الحارس قفل الباب وقفل الباب ونمشي. من يسكر عليه؟ الحارس أبو حسين. نعم. سواق التوبيس حسين. لما وصلنا الملعب دور الدبلي مو فيه، وين الدبلي وين الدبلي؟ قالوا دبلي في النادي. في قزاز على الشارع، قام كسر القزاز وطب وجانا اللي هو جاي. فيك خلاص نشرنا عنه. اللي هو خش علينا. لعب معنا المباراة. تونا بنخش اللي هو جاي. كم نتيجة أبو حطبة تذكرها؟ أذكرها الظاهر 2-1 للهلال. طيب أبو حطبة شاركت مع نادي الشعلة في من الخرج في إحدى المباريات الودية عندما ذهب نادي الشعلة أعتقد لقطر. من شارك معك؟ والله كنا رحنا لقطر أنا وعبد الله بن عمر ومرشد العتيبي. نعم. استعرونا نادي الشعلة من الخرج نلعب معهم في قطر ضد الريان وضد السد، فرحنا لعبنا مباريات هناك. كان وقتها الزمالك موجود في قطر، ورحنا لعبنا معاهم مباريات حبية. نعم. خلينا كابتن أبو حطبة مع السادة المشاهدين ناخذ أحد تلاميذك اللي دربتهم سواء في الحرس الملكي أو حتى أنت يعني دعمتهم تدريبيا، اللي هو أنا بخليك تأخذ الاتصال كابتن أبو حطبة، خذ الاتصال. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام، يا هلا أستاذ محمد، كيف حالك؟ حياك الله، يا هلا مرحبا. عرفت ابنك سعد المنصور؟ يا هلا مرحبا، يا هلا ابو نايف، حياك الله. كيف حالك؟ عساك طيب. الله يسلمك يخليك، منور الشاشة ابو نايف. الله يبقيك حبيبي. إذا سعد المنصور عزيزي المشاهد اللي هو مدرب نادي أو مساعد مدرب نادي الهلال الأولمبي، ولا لا كابتن سعد؟ لا لا لا. نعم، انا طبعا عملت الجهاز الاداري هذا الموسم. نعم. لكن ما زلنا احنا في التدريب، واحنا راهن ان شاء الله في الهلال في اي موقع. نعم، تفضل، هذا الكابتن محمد معك. يا هلا ابو نايف. هلا ابو حميد، شيفك عساك طيب. الله يخليك سلمك. الله يرضى عليك، حقيقه سعدنا برؤيتك. الله يخليك. الحمد لله التواصل بيننا دائما ومستمر. الحمد لله مستمر باستمرار نياك، الحمد لله من ايام الحرس. وانت لله. الوحيد الوفي بالصراحه. أقول أبيك يعني دائما تتصل لك فضل بعد الله سبحانه وتعالى علي. الله يخليك. وعلى كثير من الزملاء، يعني احنا جينا للحرس الملكي واحنا شباب صغار، وقفت معنا منصور الهدياني وانت عبد الرحمن الحمدان خميس العويران ومجموعة سيد عويران اللي كانوا محمد القناص وابراهيم النقيس الله يرحمه، بدر العقيل كان موجود، بدر العقيل، بدر العقيل ما ننسى اخو عزيز. يعني حقيقة أنا ما أودي أن محمد يسمع الثناء والمدح، لكن أنتم شهود الله في أرضه. الله هذا الرجل عند الوالد، أنا أتكلم أنا بجواري الوالد، الوالد والوالدة من الناس اللي يدعون له دائما. الله يسلمك يطول عمرك. هذا الرجل يعني كان يتابعنا حقيقة في الأندية، وعندما تقدمنا للحرس الملكي بطلب الوظيفة كان عون لنا، كان خير عون لنا، ساهم صراحة في دخولنا هذا
القطاع الغالي على قلوبنا، شاركنا معه في كثير من البطولات، في كثير من المباريات، حققنا معه إنجازات كثيرة. أيضا في مسيرتي التدريبية كان داعم لي كبير، لا أنسى وقفاته معي، يعني شجعني على الدخول الدورات، شجعني على كثير من الأمور. لكن يعني محمد أبو حطبة أقولها بكل صراحة رجل يحظى بالقبول من الجميع، والحمد لله. أستاذ سعد يعني كابتن بعد الآن من الحرس الملكي منذ 10 سنوات تقريبا، نعم، لا زالت الناس تذكره بالخير وتذكره، والحمد لله كابتن سعد. يعني الكثير أثنى على أبو حطبة، شاكر لك هذا الاتصال، شكرا جزيلا يا كابتن سعد. الله يطول لي عمرك. شكرا أبو نايف. في شيء أبو حطبة؟ الله يسلمك. خلينا كابتن محمد. أبو نايف معروف، يعني أنا اللي جبت للحرس هو منصور الهدية. أنت جبت كثار يا أبو حطبة، كثير كثير هنتكلم عنهم الحين. أبو حطبة ما شاء الله أنت جبت وساهمت في إبراز الكثير من اللعيبة، لكن خلينا كابتن محمد مع السادة المشاهدين ناخذ هذا التقرير ومن ثم نواصل مسيرة سيرتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. علاقتي علاقة أخ وزميل في نادي الهلال، وتزاملنا يعني حدود قبل ما يعتزل كورة، وأنا طلعت من الناشئين، زاملته في الفريق الأول في 96 و 97 هجري، زاملنا بعدين وترك الكورة، أخ وصديق وأخو، ولعبنا وياه في الحواري في اتحاد الدواسر وفي العار، ولعبنا وياه في يعني، وكنت معاه زميل واخ عني 24 ساعة من النادي للحواري في كل حاجة، وبيت سلطان من نصيب 24 ساعة، انه عيال من نصيب فهد ابو تركي وسلطان، وكنا دائما 24 ساعة انا ومع الزملاء العمار سمير عبد الله الصغير محسن بخيت عبد الله بن عمر بشير الله يرحمه غازي سعيد الله يرحمه، كل هذول الزملاء زاملتهم انا، بداح القحطاني وابراهيم اليوسف، كل هذا عبد، كل هذول زاملتهم انا واخ وصديق، وهو قدم النادي الهلال الشيء الكثير، هو قدم اخلاق عاليه، يعني هو خلص ترك الملاعب لا طرد ولا اخذ كرت احمر، يعني من اللاعبين اللي يقتدى بهم صراحة، وقدم الشيء الكثير لنادي الهلال. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد. أبو حطبة ما أخذت كرت أحمر أبدا؟ أبدا ما أخذت كرت أحمر حياتي. ما شاء الله عليك أبو حطبة. هل أنت اللي جبت سعد بن نصير بعد مشاركتك مع الشعلة حارس نادي الشعلة الهلال؟ أنا اللي جبت الهلال طبعا، وهو تكلم في هذا في التلفزيون برضه. طيب أنا جبته إلى وديته من الأمير هذول، تكلم معنا في سيرة. أيوة تكلم معكم سيرة، أنا اللي جبته وسجلته، وديته للأمير هذول بن عبد العزيز الله يقوم بالسلامة، تبقوا معه وسجلوا في الهلال. طيب. كان من أبرز الحراس في المملكة مثل المنتخب. أنا بسألك أبو حطبة عن معلومة أعطاني إياها الأستاذ خالد المصبيح أبو صالح، يقول إنه في 29/8/1386 أقيمت آنذاك منتخبات أو ائتلافات يسمونها بين أندية الرياض، شكل الهلال مع النصر كمنتخب، الشباب مع أهل الرياض أعتقد مع النجمة، مع النجمة منتخب، إيه منتخب، ولعبوا فيما بينهم يعني. أنا وكانت التشكيلة زي ما تفضل الأستاذ خالد، محمد بن نفيسة حارس النصر، ناصر الجوهر من النصر، نبيل الروف من الهلال، أبو حيدر من النصر، مرشد عتيبي من الهلال، فهد بن نصيب من الهلال، سعد الجوهر من النصر، الدنيني من النصر، الكبش سليمان مطر من الهلال، حسين العليان من الهلال، رضوان منديلي من النصر، من النصر، من النصر. سؤالي أبو حطبة، يعني ليش ما نشوف مثل هالائتلافات الآن اللي تنمي روح الأخوة وتنبذ التعصب وتشيلها الاحتقان؟ يعني مش فقط أندية الرياض عزيزي المشاهد، يعني حتى لأندية الشرقية الغربية. وكان المعسكر ببيت المرحوم له عبد الرحمن بن سعود، يا سلام، متغدين فيه، متغدين فيه، ولبسنا ورحنا الملعب. يعني ليش أبو حطب الآن بحكم خبرتك ليش ما تصير يعني الآن؟ الإعلام والصحافة هي اللي
سببت المشاكل. ولا الهلال والنصر فريقين كبيرين يعني مفروض انه الواحد يرتاح من النصر يكون كويس عشان يشوف مباريات كويسه. يعني عندنا ارضيه عندنا تاريخ يقول عزيز المشاهد ان فيها ارضيه لمنتخب نصراوي هلالي، وش المشكله لما نشوف بكره منتخب اهلاوي اتحادي قد ساوي اتفاقي وهو لمجر رائد تعاون، يعني ما هي يعني غريبه ابو حطبه؟ كنا نتغدى سوا قبل التمرين، هم يروحون تمرين النصر نروح ممدوح بن سعود الله يذكره بالخير وناصر الجوهر ومحمد سعد، رحنا ولعبنا في الخرج انا معاهم. يا سلام. ورحنا مرني الامير ممدوح. طيب. كمان الناس العزة عندي ابو حطبه، انا بسالك سؤال، انت عايشت عده اجيال للهلال، لو حبيت اذكر اجيال الهلال ابو حطبه اللي عصرتهم من بداياتك، من تذكر لي من الجيل الاول. الجيل الاول اي فيها نبيل الرواف، كندا، اسماعيل، منديل بشير، نعم، سلطان مناحي، مبارك عبد الكريم، مبروك الدبلي، عوض صالح، شمروخ، نعم، صالح حمان، صالح حمان الله يرحمه. الجيل الثاني، الجيل الثاني قداح، ايه، عبد الله مبارك، نعم، حسين عليان، نعم، سلطان بن نصيف، فهد بن نصيب، مرزوق سعيد، مرزوق سعيد، غازي سعيد، عبد الله العمار لعب معانا، موسى الشلهوب، محمد النصبان، ضاري عبد المحسن نزهة، نزهة الثاني، الجيل الثالث، الجيل الثالث وغيرهم طبعا، من الصعوبة اننا بنعدهم كلهم. الجيل الثالث ابو حطبة، محسن بخيت وعبد الله بن عمر، محسن بن خيت، عبد الله بن عمر، حسين عليان، محمد الطعيمي، نعم، سلطان بن نصيب، سلطان بن نصيب، فهد بن نصيب، ابراهيم اليوسف، بداح، ابراهيم اليوسف، بشير الغول، رحمه بشير الله الغول عليه. طيب، من افضل من لعبت معه ابو حطبه؟ الجيل الاخير هذا، هذا افضل جيل لعبت، محسن بخيت، عبد الله بن عمر، شمروخ، نعم، جميل ابو حطبه. بس ودي انوع عن نقطه معينه، الشباب يقولوا لي ان اللي قام بالتبرع ابو حطبه وتكفل بالتبرع المادي اللي هو الأستاذ أحمد بن عبد الرحمن بن سعيد وليس محمد كما بلغون الزملاء، بس نود الاعتذار يعني، ولا جزاه الله خير يعني ما قصر أبو حطبة، يعني الرجل تكفل بكل شيء. أبو حطبة، خلينا ناخذ مع السادة المشاهدين التقرير الأخير ومن ثم نواصل مسيرة سيرتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اللاعب محمد ابو حطب شهادتي فيه مجروحه، لانه كان لاعب تميز بالاخلاق العاليه قبل ما يكون لاعب. عمري وفي الملاعب ما بعد سمعت او شاهدت انه ماخذ كرت احمر طول حياته الرياضيه، حتى انه ترك الكوره وابتدى في مجال التدريب، درب الحرس الملكي ودرب القوات المسلحة ونجح في التدريب. يعني توقعت له أنه يبرز في هالمجال لكن ما استمر فيه للأسف، وكذلك درب نادي الحمادة وطلعه من المركز قبل الأخير إلى المركز إلى التاسع. فلو كان معه الحمادة من بداية الدوري كان طلعه للدرجة الأولى، كان زمان على الدرجة الأولى. فأبو حطب عنده ما شاء الله الحس الاكتشاف، عنده حس الاكتشاف، فلما يجلس يتفرج على المباراة يطلع من المباراة أو التمرين اثنين ثلاثة كلهم يتميزون بمهارات عالية. وأتمنى من الأندية وخاصة النادي الهلال، لأنه بارز في نادي الهلال، انهم يستفيدون من هذا في اكتشاف المواهب. يعني انا مستعد اني اصرف له مبلغ ما واخليه مكتشف للنادي، لان المكتشف اعظم المدرب. المدرب ما راح في الملعب جهز له كم لاعب على اساس يشوف كم لاعب وكذا، لان الوقت اللي عنده يعني وقت ضيق شوي. لكن بالنسبه للاكتشاف يعني اتمنى ومن الان من رئيس نادي الهلال انه يهتم من هالقدرات هذولا اللاعبين القدامى،
يهتم منهم ويجيبهم للنادي ويكونون مكتشفين لها النادي، لأن الرياض ما شاء الله كبير ومساحاته يعني كبيرة، فيجب أنه يكون هاللاعبين هذول القدامى يستفيد من تستفيد منهم الأندية، يعني ما ينحرمون. وخاصة أبو حطب ما شاء الله لأنه دائم يحب الرياضة، متواجد في نادي الهلال، متواجد في أي مباراة، متواجد في ملاعب الحواري. فمثل هالقدرات هذه أتمنى من الله أنهم يكونون دائم موجودين في الأندية، يهتمون منهم، لأن وجودهم في صالح الرياضة السعودية. اهلا بكم من جديد مشاهدي الكرام. يعني انا ودي اعلق على الاولا اشكر الاستاذ بيشان، ودي اعلق على كلام اللي قاله الاستفاده من اللعيبه القدماء. بالتاكيد عزيزي المشاهدين اكثر من ابو حطبه، وانا والله محط سؤال ابو حطبه لك، بس ما دام الاستاذ بيشان تكلم فيه انا بسالك اياه الان. يعني انت وش تقول يعني عن وضعكم كلاعيبه معتزلين؟ عندكم قدرات وعندكم خبرات وعندكم نظره بعد نظر وعندكم كل شيء، معتزلين، لا الانديه استفادت منكم ولا رئاسة الرعاية العامة لرئاسة الشباب استفادت منكم. يعني يمكن في بعض دول العالم عزيزي المشاهد يعني هناك مجالس استشارية ربما إلى 1000 نفر يمكن في بعض الأندية، من جميع اللاعبين اللي مروا على الفريق يجمعون ومستفيدون منهم، يرسمون لهم سياسات زي ما تفضل الأستاذ بيشان يقول ممكن كشافين يأخذون أراءهم. أنت وش تقول أو ماذا تتمنى على الأندية ورعاية الشباب في هذا الجانب؟ والله أنهم يهتمون باللاعبين القدماء، لانه كل اللاعبين عندهم خبره. انا رحت دورات، رحت المانيا والنمسا وهذه من الصور اللي هذه دوره في دوره في المانيا مع هذه صوره عزيز المشاهد، بس لو نشوفها خليل الزياني زميلي المصور عبد الله، احنا دورات كثيره. نعم. ودربت الحرس الملكي 25 سنه 25 بطوله حققناها. هذه الصوره ابو حطبه منهم دوله، هذا خليل الزياني وحق من المانيا والنمسا مدربين كلهم. الزياني من المانيا في المانيا، في زياني المانيا سعودي. اي دوره هذا شيخ المدربين خليل الزياني. نعم. وفي من النمسا وفي من البرازيل، كنا مجموعه. وحصلت على شهاده بي ابو حطبه، عندي تاهلك للتدريب منتخب مش نادي. در يا سلام عليك. أيوه. تاهل درب منتخب ودربت الحرس الوطني، الحرس الملكي، الملكي الامن. نعم. العام، الدفاع الجوي. نعم. الحرس الوطني. جميل. دربتهم هذول، هذه الحمادة كلهم أنا مرنتهم دربتهم. نعم. ومثلت الحرس يا أبو حطبة كلاعب ومدرب في آن واحد. مثلت الحرس كمدرب. كيف صارت دي أبو حطبة؟ لأنه كان يدربنا واحد عراقي. ايه؟ كان مسؤول عننا يحيى منصور المالك ويحيى العطيان. نعم. في الدورة اللي في تبوك. نعم. فكان ترتيبنا مش كويس، فطلبوا مني إني أمسك الفريق وألعب. قلت ما يمكن إني ألعب وامسك الفريق. مسكنا الفريق والحمد لله من مسكته الى انت، وكلها بطولات 25 بطوله حققناها في الحرس الملكي بوجود العمار، مرزوق سعيد، حسين البيشي، منصور الهديان، علي عسيري، سعد المنصور، بدر العقيل، عبد الرحمن بن عمر الله يرحمه، خميس عويران، خميس عويران معانا، سعيد عويران. نعم. كانوا كل عبد الرحمن الحمدان، يا سلام، ابراهيم النفيس الله يرحمه. انت ذكرت اسم تو من اللي دعموكم في الحرس الملكي يا ابو حطبه، معنا على الهاتف العقيد يحيى العطيان. مرحبا بك سعاده العقيد. مرحبا مرحبا، حياك الله. حياك الله، سعيدين بالاتصال الطيب يا سعاده العقيد. الله يحييك. انت قلت عقيد ذكرتنا ايام الشباب. الله يكرمك. انا تقاعدت عميد طال عمرك. ان شاء الله ندور رقمك باي طريقه. العميد يحيى العطيان، هذا ابو حطبه، هذا من الناس اللي لهم من الله ثم فضل. كان لاعب وكان يداري معك. يا سلام. ويلعب. ما لعب في اي نادي؟ ما لعبت في الشعلة. عميد يحيى لعبت في الشعلة؟ اي عنده تاريخي هو. لا لعب في الشعلة، لعب راس حربة، من الناس السريعين، وكان يداري مسؤول عننا ولعبه راس حربة. انا بسال ولا مجامله لعبه، كان مستواه يفرض. يا سلام. انا بسال سؤال يا عميد يحيى، خلينا نسلم عليكم اول شيء. تفضل طال عمرك. الله يخليك. الله يحييك.
نسلم على الاخ محمد عبد الهادي. الله يسلمك ويخليك حبيبي. ونقول له وش دعوه يا القطوع عرك كذا. والله انا دور رقمه وسالي بس ما عندي وقت. محمد ايش يزانك؟ انا ما سالته ابو حطب رقم. انا ما عندي وقت سعاده العميد، يمكن ما باقي لي الا 3 دقائق. انا ودي اسال سؤال بس مهم جدا، كيف تقيم بما انه دربك الكابتن ابو حطبه، كيف ترى تدريبيا، كيف ترى ابو حطبه؟ والله انا 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 يا عزيزي متصل علشان الكلام هذا يعني. نعم تفضل. يعني في نقطه يجب ان تضاف الى تاريخ الاستاذ محمد. يعني انا كنت صحيح مسؤول عن الرياضه في الحرس الملكي، وهو كان لاعب، بدا لاعب وبعدين سلمته مدير كره القدم. نعم. 5 سنوات ناخذ كاس قوات المسلحة كرة القدم بسبب طبعا الجهود الكثيرة، وأولها إدارته للفريق الصراحة. يعني إداري من الدرجة الأولى بصرف النظر عن أي شيء ثاني. هذا يجب أن تضاف له ولتاريخه. إداري من الناحية الفنية، إداري من الناحية الإدارية، نفسيات اللاعبين، يجمعهم مع بعض، يعني يتحمل إداري يعني. الله يخليك يا بمعنى الكلمة بصراحة. شكرا سعادة العميد على الاتصال الطيب. في كلمة حطبة سلمنا عليه وقل له إذا يبغى رقمي يلقاه، بس لا. إذا كان هذا هو معك يا سعادة العميد هذا والله يعني. قبل أسبوع كنت أسأل عن رقمك وسأل محمد جزاني شو عندك، وقال لي بيجيبه ولا جابه لحد الآن. ألف شكر أشوفك بس. ألف شكر سعادة العميد. انت على اتصال الطيب ما انساهم ابدا. ابو حطبه وماجد البركان طبعا. الزملاء الكنترول يقولون لي في معلومه انك سجلت لاعب هلالي الاسبوع الماضي موهبه كرويه حيكون لها شان ان شاء الله. يسجل صحيح؟ سجلت ايوه. تم التسجيل خلاص هم وعدوا. هذا جاي من برا ترى سر، انت ما قلته لنا هذا بس احنا اعطيناك اياه. ايوه لسه هذا لسه هو من اللاعبين الممتازين، مو اثنين جايبهم انا. جميل. لما تجيب لاعب هناك تتعب الصراحة. صحيح. كيف لأن تدي التمرين يتمرن لك تمرين كيف تكتشفه؟ خلي على الأقل أسبوع تشوف. طيب. هو من اللاعبين البارزين. الله يوفقه. يشوفونه إن شاء الله يوفقه. وأنت صاحب نظرة يا كابتن محمد. ولد حسن نمسا أنا جبته تمرن تقريبا شهر. جميل. يحطونه على الخط. جميل. أبو حطبة في معلومة أيضا جتنا من اتصالات، ما شاء الله الشباب يقولوا اتصالات كثيرة تطلب المداخلة لكن ما عندنا وقت. أبو حطبة واحد من المتصلين يقول إن أبو حطبة لعب مع النادي الأهلي ضد الحزم في الرس من الرس، وشال أبو حطبة شال بيده حطبة، صحيح ولا لا؟ لا ما لعب مع الأهلي. ما هي بصحيحة. لا لا ما لعب مع الأهلي. إذن المعلومة اللي أعطانا إياها ما هي بصحيحة. أبو حطبة أسعدتنا أمانة وشرفتنا. الله يخليك. ودي إذا في أي كلمة أنت بتقولها في نهاية لقائنا هذا قبل نطلع التقرير. أنا أتمنى أنه على ما قلنا يقوموا دوره باسم الشيخ عبد الرحمن بن سعيد. خلاص هذه تكفل فيها الأستاذ أحمد بن عبد الرحمن بن سعيد. لن أنسى منصور المالك اللي هو منصور المالك ويحيى العطيان وماجد البركان، كان لهم فضل بعض الله في توجيهاتي، ثقة فيني بالفريق، وعبد الكريم سعيد ما أنسى. طيب. جميع أفراد فريق الحرس الملكي لأن حققنا بطولات 25 بطولة. أبعطيك فرصة أبو حطبة وبسألك، أنا ببالي سؤال جاء الحين، لكن خلينا نشوف التقرير الأخير في حلقتنا مع السادة المشاهدين ونواصل مسيرة سيرتنا. والله بالنسبة لعمي أعتبره أنا تاريخ لنا يعني كجيل، وتاريخ إن شاء الله بنورثها بعد العيال وعيال عيالنا، يعني سواء كان تاريخ سواء تاريخ الكروي أو تاريخه، يعني حتى دائما كل ما يعني نشوف عمي كان يعني نشوف إرث العائلة بكبره. يعني تربينا على قولتهم إنه يوم كنا على قولتهم في بيوتنا الأول القديمة، وكنا ما نشوف إلا هو دائما ابو حطب وابو حطبه، حتى صرنا من المعروفين يعني ارتبط اسمه دائما ابو حطب ارتبط فينا احنا، يعني كما احد يذكرنا انت ولد فلان بن فلان ايش يقرب لك اجل ابو حطب وايش يقرب لك وكذا، يعني اعتبره انه تاريخ 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 كبير 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 للعائله بصراحه. طبعا بالنسبه
عمي وارتباطه في الهلال، والهلال طبعا ورث الهلال فينا يعني حب الهلال وحب الرياضة وفي العائلة كلها، فاعتبر هنا في اعتقادي تاريخ كبير لنا. وصراحة يعتبر ما يعتبر عمي يعني يعتبر مثلا أخو يعني، ما دائما سوء يعني مثلا نقاشات دائما مع الهلال، دائما خارج الملعب نسمع عنه مثلا مواقف، نسمع عنه في العمل، حتى في العمل مثلا أسمع عنه مواقف، مثلا كان يلقبونا بالنجدة، أنا كنت استغربت وش معنى النجدة كذا، ولين كان هو نلقب النجدة هذا يقول إنه كان ينقذ الفريق مثلا من الكورة، مثلا كانت تجي هدف ينقذها، هذا سمعته عنه يقول إيش كان لقب هذا. بصراحة ما هو ما سمعته منه، سمعته من أصدقائه، وكنا ولاعب يقول ما تعوض يعني اللاعب ما كان يتعوض. أبو حطبة طبعا أنا كنت بسألك سؤال أخير لكن ما معي وقت الآن، عندي صورة هالدرع الجميل اللي أحضرناه لك من النموذجية للدروع، أقدم هدية لك يا كابتن محمد، هدية متواضعة من برنامج سيرة وفي شعار الهلال واسمكم أبو حطبة شاهدة. الله يخليك، تستاهل يا أبو حطبة، استرح طال عمرك، تستاهل، هذا أقل واجب نقدمه لك يا أبو حطبة. أشكر الأمير تركي بن سلطان على الاهتمام باللاعبين القدماء اللي ما كان لهم يعني ما حد يدري عنهم، نعم. وأشكر الشكر الجزيل لأنه صراحة بدأوا يعرفون فيه، كان فيه لعيبة، صحيح فيه لعيبة مخلصين، كان ناس ما تأخذ فلوس تدفع فلوس شعار النادي، أما الآن اختلف الوضع، وهذا الاحتراف ما نقول شيء. الحمد لله أبو حطبة. وعلى العموم يعني صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن سلطان نائب وزير الثقافة والإعلام والمشرف العام على التلفزيون، هو خير داعم لنا مش لكم أنتم، وهو دائما للأمانة يعني دائما يوجهنا وينصحنا ويحرص على أننا نجيبكم ونطلعكم بأبهى صورة كابتن محطبة، وهو محب للرياضة والرياضة القديمة والحديثة أمانة. ولا ننسى مدير عام القناة الرياضية الأستاذ عادل عصام الدين، وكذلك الغانم القحطاني، وكافة الزملاء الحقيقة اللي يجد البرنامج منهم كل احترام وتقدير. وأشكر أيضا مصورينا خالد الرويس وعلي الهويشل وزميلنا طارق المنصور والمصور عبد الله المرشد والمونتير بندر الشعلان، وكذلك مخرجنا الرائع عبد الكريم الحديثي، هذا عبد الله الحصان. يتمنى لكم ليلة هانئة وسعيدة، وتابعونا مساء هذا اليوم بعد برنامج الملعب إن شاء الله، وسوف تشاهدون أيضا حلقة برنامج سيرة لهذا المساء على موقع اليوتيوب موقع القناة الرياضية. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.